العفة الغامضة والمراوغة، الأمهق الوحيد والفريد من نوعه، حيوان ذو لون فريد من نوعه على هذا الكوكب. وليس هذا فقط، جميع هذه الحيوانات متحدة بحقيقة أنها نادرة للغاية، كما أنها تستحق المشاهدة. سأعرض لكم هذه الحيوانات وغيرها التي ولدت مرة واحدة فقط في التاريخ. هيا بنا. لنبدأ بهذه الصورة. بعد رؤيتها قررت القيام بهذه الحلقة. يبدو أنه تم التقاط الصورة في سيرك ما، وحدثت قبل 100 عام. نرى فيها رجلين مع حيوان غير عادي. إن هذه الصورة مزيج غريب من كل شيء. هناك شيء من النمر، ولون الحيوان هو مثل لون الحمار الوحشي، وله أشواك على كفوفه، كما أن الكفوف نفسها غريبة. هل وجد مثل هذا الوحش في الماضي؟ أنا أعتقد أن كل شيء ممكن، خاصة بالنظر لمدى غرابة السيرك بأواخر القرن 19 وأوائل 20. ربما العلماء قد ربوا هذا الوحش في مختبر مخصص لهذا العرض. ما رأيك بهذه الصورة؟ أخبرني في التعليقات. عفة البودل. عام 2009 كان العالم أرثر أنكر يسير في حديقة كينيما الوطنية في فنزويلا، عندما صادف هذا الحيوان الغريب. لقد التقط هذه الصورة ونشرها على الشبكات الاجتماعية، وقام بإثارة الكثير من الجدل والأسئلة. لا أحد يعرف بالضبط ما الذي صوره أرثر. أطلق على هذه الغامضة اسم عفة البودل الفنزويلية. لقد شارك العلماء. لقد اقترحوا أن عفة البودل الفنزويلية تنتمي إلى عائلة عفي اللابيت. يعتقد علماء آخرون أنها قد تكون مرتبطة بعفة النمر. لم يتم تأكيد هذا أبداً. لم يتم اكتشاف نوع المخلوق ولم يتم الكشف عنه. بعد ذلك حاولوا العثور عليها مرة أخرى، ولكن المحاولات باءت بالفشل. يبدو وكأن هذا الحيوان هو الوحيد الذي ولد. ويبدو أيضاً أن عفة البودل الفنزويلية هي شيء فضائي، ولم تأتي إلى كوكبنا إلا لفترة من الوقت. من الممكن أن تظهر الحقيقة في النهاية، ولكن حالياً يظل هذا المخلوق أحد أسرار الطبيعة. أمهق نادر. حيوانات المهق من ناحية نادرة جداً، لكن من ناحية أخرى لا توصف بأنها فريدة تماماً. مثلاً عثر على العديد منها بين الثعابين والتماسيح، لكن الحيوان التالي في الحلقة تميز بشكل حقيقي. هذا الحيوان آكل النمل، ويعتقد العلماء أنه آكل النمل الأبيض الوحيد في العالم كله، وربما في التاريخ كله. لأول مرة لوحظ وجود فرد غير عادي في ديسمبر الماضي في البرازيل. حينها شوهد آكل النمل الأبيض متشبثاً بظهر أمه، والذي كان لونه أبيضاً طبيعياً. ويلاحظ هذا السلوك في جميع صغار آكلات النمل تحت عمر 10 أشهر، مما يعني أنه لا يزال صغيراً جداً. سماه العلماء 2000، ووضعوا عليه سترة GPS لتتبع الحركات المستقبلية. قبل أشهر عادوا إلى 2000 مجدداً. نما ليصل طوله لمتر ونصف، وزنه 14 كيلوغرام، لكن هذا ليس الحد الأقصى، فهو سيستمر في النمو. يجب أن أقول أن ألفين مخلوق محظوظ للغاية. بطبيعة الحال آكلات النمل ليست أسهل فريسة، لكن غالباً ما تصطادها النمور وغيرها في أمريكا الجنوبية. يعتبر الأمهق في هذا الصدد أكثر عرضة للخطر من أقرانه العادية، فمن الأسهل اكتشافه، وهو دائماً ما يكون أدنى من أقرانه العادية من حيث القوة. لكن يبدو أن ألفين يعرف كيف يتعامل مع ما يميزه، لذا يتجنب بمهارة اللقاء مع جميع الحيوانات. كيزاي. ما لون الباندا العملاقة؟ إنه سؤال بسيط جداً، لأننا جميعاً نعرف الإجابة. إن لونها أبيض وأسود، ولكن كما تبين ليس كل منها كذلك. هناك باندا يمكن أن يطلق عليه الأكثر تميزاً. هذا ذكر اسمه كيزاي، يعيش في حديقة طبيعية بوسط الصين. ونعم، إنه بالفعل أبيض وبني، يبدو غير عادي للغاية. من ناحية أخرى، هذا التلوين يربطه بالدببة البنية كثيراً، وأيضاً يوضح لنا بوضوح أن الباندا تعد ممثلة عائلة الدببة، وأنها قد تكون حيوانات مفترسة خطيرة وليس مجرد حيوانات سمينة. ومن المعروف أن الأطفال يتنمرون على الآخرين إذا كانوا مختلفين أو كانوا مميزين. حالة كيزاي ليست استثناءً. قد عاش الباندا طفولة صعبة،
تخلت عنه والدته بسبب لونه، ولم يتقبله أقرانه من حيوانات الباندا وعاملوه معاملة سيئة. لكن الآن تغير كل شيء وأصبح كيزاي نجماً حقيقياً في عالم الحيوان. أما بالنسبة لهذا اللون فيعتقد أن السبب لهذا كان طفرة، لكنها العلماء لا يفهمون تماماً نوع الطفرة التي كانت. بأي حال فإنه يتمتع بصحة جيدة بالرغم من أنه أبطأ قليلاً من أقرانه. إنه يأكل جيداً ويعيش في مكان منفصل ويقوم بإسعاد الناس كل يوم. حول هذه المخلوقات الفريدة يمكن القول بالتأكيد إنها نادرة للغاية ولا يتم مواجهتها كثيراً بعبارة ملطفة، لكن نفس الشيء يقال ليس فقط عن بعض الأفراد ولكن حتى عن الأنواع بأكملها. تابع المشاهدة لترى أندر الرئيسيات والحيوانات الأسترالية السرية ومخلوقاً شوهد آخر مرة منذ أكثر من 60 عام. لنبدأ مع إنسان الغاب. يبدو أن هذه الحيوانات كبيرة جداً ويصعب تفويتها. قد يعتقد المرء أنه كان ينبغي اكتشافها ودراستها ووصفها منذ زمن، لكن لم يتم التعرف على إنسان الغاب التابا نولي الكبير كنوع إلا قبل بضع سنوات. يعيش إنسان الغاب هذا في جزيرة سومطرة الإندونيسية. تعيش هذه الحيوانات قرب المسطحات المائية الاستوائية وشبه الاستوائية والغابات في جنوب بحيرة توبا. إذا لم تدخل في التفاصيل فهي ظاهرياً إنسان الغاب العادي الذي لا يمكنك تمييزه عن غيره، لكنها مختلفة جداً عن أقاربها على الأقل من حيث عددها القليل. تشير التقديرات إلى أن عدد أفراد إنسان الغاب تابا نولي يقل عن 800 فرد. وفي هذا الصدد فإن أفراد إنسان الغاب تابا نولي هي الأصغر بين جميع القردة العليا. ويعتقد العلماء أن هذا النوع قد ينقرض قريباً كما حدث مع أبقار البحر ستيلر التي انقرضت بعد 27 عاماً من اكتشافها ووصفها. آمل أن هذا لن يحدث. الويمبت الشمالي ذو الأنف المشعر. القصة نفسها مع هذه المخلوقات ظاهرياً لا تختلف الومبات ذات الأنف المشعر عن الومبات الأخرى، فهي تمتلك نفس الحجم تقريباً ونفس الشغف بالحفر ونفس الفراء الناعم وآذان مدببة ورأس عريض. لكننا ننظر إلى حيوان غير عادي يسميه العلماء أحد أندر الحيوانات. لا يوجد سوى مجموعة واحدة متبقية منها بإحدى المتنزهات الوطنية في أستراليا. حتى الحيوانات النادرة والمعزولة مثل الغوريلا الجبلية تتمتع بتعداد أفضل. الويمبت الشمالي هذا يعد أيضاً حيواناً سرياً للغاية. يحب الاختباء في الجحور وقضاء معظم وقته هناك، ويأتي للسطح فقط للبحث عن الطعام والماء. ولهذا السبب ظهر أول فيديو عالي الدقة يظهر هذا الويمبت مؤخراً نسبياً. لم يتمكن العلماء من التقاط اللحظة لتصويره بشكل جيد، رغم أن العلماء يحاولون الحفاظ عليه إلا أن التشخيص ليس جيداً. بسبب التلوث والنشاط البشري تواجه الومبات الشمالية تهديدات بشكل شبه منتظم وقد تنقرض في المستقبل القريب. فلانجر الدبي سولاوسي. الوضع مشابه لهذا المخلوق. إن الفلنجر الدبي السولاوسي في وضع ضعيف. مؤخراً انخفض عدده بنسبة تصل ل30% بسبب إزالة الغابات التي تعيش فيها هذه الأنواع. بالمناسبة يعيش في إندونيسيا في جزيرة سولاوسي، من هنا أتى اسمه. بالإضافة لذلك يعتبر هدفاً مرغوباً للصيادين غير القانونيين بسبب قيمة لحومه بين السكان المحليين. رغم أن صيد هذا الحيوان محظور منذ عقود إلا أن هذا لا يوقف الصيادين. علاوة على ذلك فإن لحمه يباع بحرية في المطاعم في إندونيسيا وكأن لا أحد يهتم بالقوانين على الإطلاق. الثعالب القطبية في جزيرة ميدني. عندما نفكر بالثعالب القطبية نتخيل الحيوانات الجميلة التي في الشمال، ولكنها تأتي بأشكال عديدة. يختلف الثعلب القطبي الشمالي من جزيرة ميدني في شمال المحيط الهادئ عن بقية، وليس فقط في لونه الداكن، أيضاً في عدد أفراده المتناثر للغاية. يعيش في جزيرة ميدني في بحر بيرينغ ولا يوجد سوى حوالي 100 من هذه الحيوانات. أصبحت الجزيرة مملوكة لمحمية كوماندوريسكي، لذا فإن هذه الثعالب المحلية آمنة نسبياً. ولكن هل سيستعيدون تعدادهم؟ وهو السؤال المهم. أحياناً يكون الحيوان نادراً جداً بحيث لا تكاد توجد صور له. هذا هو الحال تماماً.
أنا أتحدث عن نضناض أتنبورو ذي المنقار الطويل والمعروف باسم نضناض سير ديفيد، أحد ممثلي النضناض في غينيا الجديدة. في الواقع إن تعبير أنه موجود يعد مبالغة. يعرف هذا النوع من فرد واحد تم اكتشافه عام 1961، وبعدها لم يتم العثور على أي أفراد أخرى له. لذلك يمكن تسمية نضناض أتنبورو بأنه الوحيد من نوعه. لهذا السبب من المستغرب أن لا يعرف سوى القليل عنه. يعرف العلماء فقط أنه أصغر أنواع قنافذ النمل طويل المنقار، ويشبه في حجمه النضناض الأسترالي. هناك بعض المعلومات عن مظهر الحيوان وسلوكه. على سبيل المثال، حقيقة أن هذا الحيوان يقضي النهار في جحره العميق، وفي الليل يصل للسطح ويبحث عن ديدان الأرض. عام 2007 عثر العلماء على جحور وآثار تعود لهذا النضناض الفريد. ومن قصص المحليين، من المعروف أن هذا النوع كان موجوداً على الأقل حتى عام 2005، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يسمع أي شيء عنه لأكثر من 15 عاماً. فمن المحتمل أن تكون الأنواع النادرة قد انقرضت تماماً. هل تتذكر آكل النمل الأبيض؟ لنرى نقيضه، الحيوانات السوداء بالكامل. حصان. الحصان الفريزلندي معروف بذهب هولندا الأسود. إنها أحصنة سوداء مذهلة، يمكن إيجاد أفراد جميلة جدا بينها. أحدها هو فريدريك العظيم. هذا الحصان هو الأكثر سوادا في العالم، ومعروف بالأجمل بين كل أحصنة العالم. حصل هذا الحصان على اسمه بعد ملك القرن 18 البروسي فريدريك العظيم، الذي كان لحصانه العرف ذاته لون أسود. كما قال صاحب الحصان، شكله الجميل يعكس شخصيته، فهو حصان مهذب جداً، كما أنه جذاب في الصور جداً، فجلسات التصوير برفقته تبدو رائعة. أي شخص رأى هذا الحصان قال إن لديه مظهراً متناغماً جداً، بنية عضلية ممتازة، وعرفاً طويلاً، ولوناً أسوداً رائع. والغير مفاجئ هو أن لديه اسماً آخر، الجمال الأسود الأخاذ. ذئب أسود. تختلف الذئاب السوداء والبيضاء والحمراء. مثلاً سمعتم بالطبع بذئب الألاسكا، ورأيتم ذئب الجبل الأحمر ولو لمرة في حياتكم. لكن هل سبق ورأيتم ذئباً أسوداً كالفحم؟ يعتبر الأندر بعائلة الكلاب كلها. للإمساك به يجب وضع كاميرات أو مصورين لتعقب هذا المخلوق لفترة طويلة. عادة ما يكون الأفراد السود أعضاءً في نوع فرعي يسمى ذئب ألاسكا الداخلي. هذا نوع فرعي من الذئب الرمادي الشائع الذي يعيش في الولايات المتحدة وكندا. على عكس الذئب الشائع، غالباً ما يكون ذئب ألاسكا الداخلي أسود اللون، لكن قلة من الأفراد فقط يمكنها التباهي بلون الفحم. بسبب هذا التلوين غير المعتاد، تبدو هذه المخلوقات أشبه بكلاب كبيرة حادة الأذنين أكثر من الذئاب البرية. بطريق أسود. الجميع يعرف شكل البطريق الإمبراطور، رأس أسود وبطن أبيض. المدهش هو هذا الفرد الذي يتميز بلون أسود بالكامل. يبدو كأنه وقع في حفرة فحم أو برميل نفط، لكن لا، هذا طبيعي. يعتقد العلماء أن هذا البطريق هو الوحيد في العالم. يعيش في جنوب الأطلسي مع مجموعة من البطاريق العادية، ووفقاً للشهود فإنه يتصرف باختلاف عنها. لكن لماذا لونه أسود؟ يعتقد العلماء أن التلوين المميز هذا هو بسبب طفرة تسمى الميلانية، والتي هي عكس البرص، ما يعني أن الحيوانات المصابين يكونون سود بالكامل. إحصائياً، في البطاريق تحدث هذه الحالة مع فرد من بين 250 ألفاً، ولكن القليل منهم سود بالكامل، كمثل هذا المخلوق الجنوبي الجميل. المزيد عن الطيور. كيف تتخيلون فلامينغو؟ طائر رشيق وردي اللون، أليس كذلك؟ ماذا ستقولون عن مثل هذا الفرد الرائع؟ هذا الفلامينغو الأسود واحد من أكثر الطيور تفرداً في العالم. تم اكتشافه لأول مرة في إسرائيل منذ عدة سنوات، لكن بعد ذلك شوهد طائر الفلامينغو الأسود عدة مرات في قبرص. يعتقد العلماء أنه كان نفس الطائر، كما أنه في رأيهم هو الطائر الوحيد من هذا القبيل على هذا الكوكب. إذن لماذا ريش هذا الطائر غير عادي؟ يعتقد الخبراء أن اللون الأسود للفلامينغو هو نتيجة الميلانية،
اللون الأسود الناتج عن أصباغ الميلانين ظهر نتيجة مرض جيني، والذي يعتبر نوعاً من التأقلم مع تغيرات البيئة. هذا التغيير قد يصبح علامة لاختيار الطبيعة لاحقاً إذا ظهر أن الأفراد السود قابلين للحياة أكثر من العاديين الورديين. المكاك الأسود المتوج في الشمال الشرقي من جزيرة سولاويزي الإندونيسية وفي الجزر الصغيرة المجاورة يمكن مصادفة أكثر الرئيسيات سواداً في العالم. الاسم يناسب المكاك تماماً لأنه يبدو أن هذا الحيوان أسود بنسبة 100% وكاد يكون لولا القليل من الشعر على الكتفين، فإن لون فرو المكاك الأسود المتوج أسود تماماً. تعيش هذه الحيوانات في الغابة الرطبة حيث تنشط خلال النهار لتبحث عن الطعام وفي الليل تنام على الأشجار. هذه المخلوقات تحب البشر ولا تمانع في التفاعل معهم. مثلاً في 2011 استولت القرود السوداء على كاميرا مصور بريطاني والتقطت عدة صور سيلفي. لقد وصل الأمر حتى الآن إلى أن تم الاعتراف بها كأصحاب حقوق الصور. لسوء الحظ قد تختفي هذه الحيوانات تقريباً. يتم صيدها أولاً بسبب هجومها على المزروعات والحقول، ثانياً بسبب لحمها الذي يعتبر رفاهية، وقطع الغابات الرطبة يشكل مشكلة أخرى، وكنتيجة هذه القرود على حافة الانقراض. أفعى. ما هي أشهر أفعى سوداء على هذا الكوكب؟ ربما المامبا السوداء. من الصعب المجادلة في ذلك، لكن المامبا السوداء نفسها ليست سوداء في الواقع. يختلف اللون العام لأفعى من زيتون غامق إلى بني مائل للرمادي، وقد حصلت على اسمها بسبب اللون الأسود للتجويف الداخلي للفم الشبيه بالحبر، لكن الثعبان النيلي أسود بالكامل. هذا الممثل لعائلة كولبريديس هو واحد من أغمق المخلوقات في العالم. يعتبر الثعبان النيلي الشرقي أسود اللون بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك فهو نادر جداً أيضاً في البرية. خلال 60 عاماً عثر عليه فقط لعدة مرات قليلة، وبسبب هذا كان يعتبر الزاحف لفترة طويلة منقرضاً في البرية. لكن الثعبان النيلي مشهور في الأسر في أمريكا، الكثير من الناس يبقونه كحيوان أليف. طيور الجنة. يمكن للعديد من الحيوانات التي عرضتها أن تلقب بأكثر المخلوقات سواداً على الكوكب، لكن قبل بضع سنوات كان هذا العنوان يحتله. أعتقد أنه يجب أن يطلق عليه طائر الجحيم لأن لونه بعيد كل البعد عن اللطف. توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن ريش ذكور طائر الجنة يمكن أن يمتص ما يصل إلى 99.95% من الضوء، وهذا يجعله أغمق مخلوق في العالم بالمعنى الحرفي. وفقاً لعلماء الأحياء، ترجع ميزة طيور الجنة هذه إلى حقيقة أن ريش الذكور يتكون من عدد كبير من الشعر المجوف الصغير. بمجرد وصول الضوء إلى سطح الريشة يتناثر بشكل متكرر داخل هذه التجاويف. يعرف هذا التأثير في الفيزياء بالامتصاص الهيكلي، وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن تلوين معظم الحيوانات. إضافة إلى اللون، الذكور من هذه الطيور معروفة برقصها الذي يخطف قلوب الإناث منها لتحديد الأزواج المستقبلية. أيام سيماني. التالي حيوان غير عادي لأنه يمكن أن ينادى القائد في مجالين، أكثر الدجاج سواداً في العالم وأغلاهم ثمناً. أيام سيماني هي سلالة نادرة جداً من دجاج الزينة في إندونيسيا. ما يميزه عن الدجاج العادي اللون المذهل المرتبط بالطفرة، فهو يتسبب في زيادة غير طبيعية في عدد الخلايا الصباغية. ببساطة هذا الدجاج أسود للغاية، لدرجة أنه أسود ليس فقط من الخارج ولكن أيضاً من الداخل. ومع ذلك فإن قشور الدم والبيض هي نفسها مثل سلالات الدجاج العادية. لكن هذا ليس الشيء المذهل الوحيد. أيام سيماني دجاج غالي جداً ويعتبر رفاهية تامة. إذا كان الدجاج العادي منتج رخيص يمكن لكل الناس شراؤه، فإن هذا ليس سوى للأغنياء، لأن دجاجة واحدة قد يصل سعرها إلى 2500 دولار أو أغلى. يقول الطهات إن لحمه لذيذ جداً ومغذي، لكن هذا ليس كل شيء، فإن هذا الدجاج مهم جداً لدى الإندونيسيين. يؤمنون أن لديه قدرة علاجية ويستخدمونه كتضحيات. بشكل عام هذه ليست دجاجة، إنما هي كنز حقيقي.
بالمناسبة، فإن أيام سيماني هي أيضاً سلالة صغيرة جداً من الدجاج، لم يبقى الكثير من هذه الطيور السوداء، ولكن في هذا الصدد يعتبر الغزال الميلاني فريداً من نوعه. تم تصوير هذه المخلوقات السوداء عدة مرات فقط، وعثر عليها في الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وفقاً للخبراء، هذه الغزلان هي الأندر في العالم، وإن غزلان البرص شائعة أكثر بالرغم من عددها القليل والنادر. سنجاب أسود. أخيراً لنتحدث عن السناجب قليلاً. عادة ما نرى هذه المخلوقات باللون الأحمر أو بني غامق أو رمادي، لذا قد يكون سنجاباً أسود محيراً جداً كما الكثير من الحيوانات السوداء. هذه المخلوقات تبدو وكأنها متسخة، لكن بالواقع كل شيء طبيعي لأنها ميلانية، وهي الحالة ذاتها مع بقية الحيوانات الميلانية. هذه المخلوقات موجودة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا، ويعثر عليها في أماكن أخرى كبريطانيا والسيبيريا. هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات أي حيوان أسود أعجبكم أكثر. شكراً للمشاهدة، وراكم لاحقاً.